هي الحارات مثل المتاهة، ما رح يقدر حفيد تشوبي يوصل ابدا، ورح اقدر اهرب منه. اسفة، انا اسفة، حقك علي، ما قصدي. شو سويت؟ كيف ضربت فيه للزلمة؟ اخي اللي انت مين؟ صار لك شي من الوقع؟ لا ما فيني شي. اخي بدك مي؟ بدك تشرب مي؟ رح اجيب لك مي. ما بدي مي، اعمل لك خلص. اتركيني اتركيني بحالي. اسمعني يا اخي، لوين رايح؟ تعال. انت تأذيت؟ مو مشكلة، لا تاكل هم، انا عندي حل لكل مشكلة يا اخي، كل شي رح يكون تمام. ورجيني. ايدك عم توجع؟ اتركيني. انتي شو عم تعملي هون؟ بس انا لحقتكم لهون، قلت لحالي يمكن تحتاجوا مساعدتي. لا تعصب، فهمني بالاول، ما بدي غير ساعد بالمهمه، مو اكثر من هيك. ايه وكان معي حق صح؟ مثل ما انك شايف، لو ما اجيت بالوقت المناسب ما كان انمسك معك هلا. لازم تشكرني، مو تبلش تبهدلني فورا. هو انمسك بسببك؟ كنت رح امسكه حتى لو ما اجيتي. شو واثق كثير بحالك؟ كنت راكبه بسكليتي وجايه، انا سحبت الفرامات بالوقت المناسب ووقفت، لهيك هو وقع وقدرت انك تجي وتمسكه هون بكل سهوله، قدرت تمسكه بسببي انا، وعم تبهدلني فوقه؟ انت لازم تشكرني على فكره. وانت الثاني لوين رايح؟ مانك شايفني عم احكي مع الاستاذ؟ قصدي الاستاذ سيد. انت قلي لشوف، هو مو لازم يشكرني لاني قدرت امسكك؟ ليش ركضت وقت شفتنا؟ جاوب احسن لك. انت اللي غيرت الحلويات؟ لا ما عملت شيء. احكي قلي ليش هيك عملت؟ تعرف انه انا تبهدلت بسبب عملتك؟ انا تعرضت للإهانة قدام كل العيلة، كل تعبي راح على الفاضي. الواحد بيضل سنين ليبني لحاله سمعة وبلحظة بتتشوه. كنت عرفان انه ما خرجك تستلم الشغل، بس ماني عرفان انك واحد لا يعتمد عليه. جاوبني، ليش حملت حلويات بايتي على الشاحنة؟ جاوبني ولا رح اضربك، وصدقني ما بتعرف شو رح اساوي فيك. لا لا لا. اسمعني، احكي الحقيقة بإرادتك، اذا بلش شو بهام ضرب فيك هلا ما عندك فكرة شو رح يصير؟